برحب بحضراتكم من جديد في برنامج السادسة. الحقيقة عندنا دلوقتي موضوع الساعة جدلي جدا، نظرا للجدل حوالين الأخطاء التحكيمية اللي بنشوفها مؤخرا وبنشوفها على فترات كتيرة. الحقيقة جدا في 2016 كان بدأ الاتحاد الدولي يفكر في تقنية جديدة تخلي اللعبة لعبة كرة القدم أكثر شفافية، تقلل الأخطاء التحكيمية اللي ممكن تكون بتضيع ماتشات وبتضيع بطولات. الحقيقة التقنية دي هي الفيديو أسيستنت ريفري أو الفار. إيه هو الفار؟ إيه الحالات اللي بيدخل فيها الفار؟ وهل بيتم تطبيقه بشكل صحيح في الدوري المصري ولا لا؟ كل ده هنناقشه مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، كابتن ناصر عباس، الحكم الدولي السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين المصري والإفريقي. منورنا يا كابتن. تحياتي لحضرتك كابتن سارة، وتحياتي لكل السادة المشاهدين. وطبعا زي ما حضرتك قلت كده إن عندنا الفيديو والعالم كله بيهتم بتقنية الفيديو النهارده. كابتن، ممكن قبل ما ندخل في تقنية الفيديو، كنت حضرتك لسه بتكلمني قبل الفاصل وانه حضرتك كان ليك قصة مع محمد عبد الوهاب، كابتن محمد عبد الوهاب الراحل. الحقيقة يعني التقرير اللي شفناه قد ايه بيرجع لنا مشاعر وذكريات، وربنا يا رب يرحمه ويصبر اهله، وقد ايه كان هو لاعب خلوق ومختلف. ربنا يا رب يرحمه، كلنا افتقدناه، النادي الاهلي افتقده، كل الجماهير وكل الناس الحقيقة افتقدته. اتفضل يا كابتن. هو طبعا انا كان ليا شرف ان انا في 2005 كان في بطوله كاس العالم للعسكري كانت موجوده في المانيا، وكان ليا شرف ان انا اكون موجود مع المنتخب العسكري مرافق، لان المنتخب كان بياخد معاه حكم وحكم مساعد لما كان بيسافر اي سفريه خاصه ببطوله العالم. فكان من نصيبي ان انا اسافر مع المنتخب في 2005 المانيا، وكان المنتخب بصراحه كان قليلين جدا اللعيبه، كانت يعني مش كل اللعيبه احنا واخدينها، لان كان النادي الاهلي عنده بطوله تقريبا وكنا محتاجين ان احنا ناخد منه عن اللعيبه، طبعا ما سافروش. فالمنتخب ما كانش هو المنتخب اللي احنا نامل ان هو يعني يكمل حتى الدور الاولاني او الدور الثاني. وكانت مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا رحنا البطوله ديت، وسبحان الله ربنا كرمنا، ماتش كسبناه، في ماتش بقينا مش مصدقين ان احنا انت رايحه بتيم مش جامد قوي، وانت يعني حاطه في اعتقادك انك انت يعني اقصى حاجه توصلي لها انك انت ممكن تخش دور ال 16 وتخرجي. ولكن كانت مفاجاه ان احنا وصلنا الدور النهائي لكاس العالم العسكري، ودي كانت مفاجاه. كان محمد الله يرحمه كان بيلعب في المباراه، يعني مش عايز اقول لك انا في اليوم ده انا كنت قاعد طبعا بشجع منتخب بلدي طبعا، وانت مش متخيل لما توصل النهائي بقى والنهائي يروح منك. ولكن سبحان الله الهدف الوحيد اللي يجي ساره في المباراه كابتن محمد ابو هاب، وهي كانت مخالفه تقريبا على حدود منطقه الجزاء، بس كانت متطرفه شويه ومش سهله، يعني مش هي على الحدود مثلا مواجهه للمرمى، لا يعني هي كانت متطرفه كمان في حته صعبه شويه. وما كانش حد متخيل ابدا ان هو بسم الله ما شاء الله يعني من مره واحده بيلعبها راحت رايحه في المقص. وده كان هدف المباراه الوحيد، وخدنا كاس العالم العسكري في 2005 بفضل محمد. محمد من الناس الطيبين جدا صار خالص، يعني مش عايز اقول لك قريب جدا من ربنا، هادي خالص، هادي كده تحس وانت قاعده معاه انت ذات نفسك في راحه نفسيه. يعني محمد حاجه تانية خالص، يعني لاعب فعلا ربنا يا رب يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، ويسكنه في الجنه يا رب، جناته وطبعا اهله يا رب واهله كلهم. وعاوز اقول ان كره القدم كمان واللاعب لابد ان هو يعني الحته بتاعه ربنا دي جميله جدا، مش ربنا يوفقك وتبقى حاجه كويسه، لابد انك انت طبعًا تبقى يعني طبعا وفي اي مجال مش بس كره القدم، في كل المجالات صار، في كل المجالات. هو يمكن محمد زي يعني ما عمره ما زعل حد، يعني انا قعدت تقريبا هناك 20 22 يوم مع محمد هناك، كل المسا بما فيهم ست لواء مصطفى كامل كان رئيس البعثه، وست لواء عبد الكابر كان موجود معانا، كل البعثه كلها. محمد بالنسبه لنا كان حاجه جميله جدا جدا، ربنا يرحمه. عمرنا ما نسيناه يا كابتن، وعمر ما جماهير الاهلي نسيته. والحقيقه زي ما حضرتك قلت كان لاعب خلوق جدا ومختلف جدا، ربنا يا رب يرحمه يا رب. ربنا يرحمه يا رب ويرحمه. نرجع يا كابتن لفلسفه بروتوكول الفار، بدايه من النظريه بقى والتطبيق العملي. بص يا فندم، بص ساره هقول لك على حاجه، هو المشكله كانت في معظم قلت لحضرتك المشكله كانت في ماتش فرنسا وايرلندا، ودي كانت في تصفيات كاس عالم تقريبا 2010، المباراه اللي هي المباراه الثانيه. المباراه الاولى كانت 1-1 على ملعب فرنسا، المباراه الثانيه كانت في ايرلندا،
فرنسا كسبت بهدف غير شرعي نتيجه لعب الكره بالايد. وطلع تيري هنري اعترف قال ان فعلا انا لعبت الكره بايديا. بس الكلام دوت بعد طبعا ما اعتمدوا النتيجه وبعد ما فرنسا راحت كاس العالم. ايرلندا عملت في الوقت دوت عملت مشكله كبيره جدا مع الاتحاد الدولي، وكانت طبعا عاوزه تعيد المباراه بعد التصريحات اللي طلع بيها تيري هنري في المباراه. لكن طبعا الاتحاد الدولي كان خد قرار ان الحكم قراراته في الملعب هي كانت قرارات تقديريه، وبالتالي من هنا بقى ابتدى بقى الاتحاد الدولي وابتدت الاتحادات الاوروبيه تفكر في التقنيه ازاي ان هم يجيبوا العداله التحكيميه من خلال تقنيه الفيديو. وزي ما حضرتك عارفه يمكن 2016 كانت في امريكا يمكن طبقت، بس مش بشكل رسمي، ولكن بشكل رسمي الاتحاد الدولي طبقها في كاس عالم الانديه، ثم كاس عالم 2018 في روسيا. والمفاجاه ويمكن دوت كان رئيس الاتحاد الدولي بيانتينو كان اتكلم بشكل جميل جدا جدا عن تقنيه بالقياس ما بين 2018 كاس عالم و 2014 كاس عالم. عمل احصائيه عن الاخطاء التحكيميه. طبعا اكيد في 2014 كانت اخطاء تحكيميه كثيره جدا واثرت في نتائج المباريات. 2018 في الدور الاول بس يعني عاوز اقول لك ان نسبه نجاح المباراه وصلت تقريبا ل 8.8، ودي كانت حاجه انجاز كبير جدا جدا في التحكيم في هذه البطوله. من هنا ابتدى الاتحاد الدولي يبتدي يعمم الفكره على بعض الاتحادات القاريه وبعض الاتحادات الاهليه. بس الموضوع محتاج امكانيات على فكره، مش سهل. انت بتتكلمي في اعداد حكام، بتتكلمي في سيستم بتاع الفار ده غالي جدا، عدد كبير من الكاميرات في الملاعب زي ما حضرتك قلت، ده ممتاز جدا. انت اتكلمتي في حاجه مهمه جدا. يعني بيحتاجوا كام كاميرا مثلا يا كابتن في الملعب علشان نجيب الملعب من كذا زاويه؟ بص يا كابتن ساره، دي اقل حاجه في الملعب 6 كاميرات، اقل حاجه 6 ان لم يكن 8، دي اقل حاجه. على سبيل المثال في روسيا كانوا تقريبا 31 كاميرا موجوده. في روسيا هو نقول لي عدد الكاميرات ليه مرتبطه؟ ليه مرتبطه؟ مثلا حضرتك يا ساره انت حكم وبعدين فات منك قرار ما شفتهوش، فالفار كلمك قال لك على فكره في مثلا ركله جزاء انت ما حسبتهاش، فبتحتاجي تروحي لغرفه المراجعه بتشوفيها. فانت بتطلبي منه وتقول له طب من فضلك هات لي مثلا الزاويه وهات لي زاويه غيرها وسرع شويه او بطئ شويه او انا مش شايفه من دي، لحد انت عندك يقين بان الحاله فعلا تستحق احتساب ركله جزاء، تبتدي تروحي للملعب وتحسبي القرار. طبعا مش هيجي لك الزوايا ديت الا بيكون عدد الكاميرات في الملعب على الاقل 8 كاميرات تقدري من خلالهم تقدري تاخدي القرار الصحيح. طيب كابتن، احنا متفقين ان الفار جه علشان يبقى اللعبه اكتر شفافيه وما فيش اخطاء تحكيميه كتير وكده، ليه في بعض الحكام بيبقوا واخدين الموضوع قوي على قلبهم، متضايقين ان الفار بيستدعيه ان هو يشوف اذا كان القرار ده صح ولا غلط؟ ليه الحكام بتتضايق من الفار؟ بعض الحكام عشان ما بقاش بعمل. بالظبط بالظبط، كلامك مظبوط 100%، يعني بسم الله ما شاء الله بجد، يعني حاجه جميله. الحكم دايما هو حاسس ان هو مش عاوز يغلط، يعني هو الحكم لما بينزل المباراه هو حتى بيكلم نفسه قال انا مش عاوز اروح للفار ده خالص. يعني هو بيكلم نفسه كده قبل المباراه انا مش عاوز اروح للفار. فلما الفار بيجي يقول له تعالى هو هنا الحكم بيبقى مش عاوز اقول مصدوم، ولكن بتبص تلاقيه يعني ايه، هل الفار شاف حاجه انا ما شفتهاش؟ يعني هو بيكلم نفسه فبيبقى قلقان شويه من الفار يجيب له حاجه يكون هو مش يعني مش متاكد منها او مش ما شافهاش في الملعب. فمعنى ان هو الحكم بيروح حاجه من الاثنين، يعني هو عاوز يقول ان انا يعني قراري الافضل، لان في الاول والاخر خالص قرار الحكم هو اللي بيبقى قرار الحكم الرئيسي في الملعب، هو اللي ليه قرار الاول والاخير. يعني الفار بيتدخل وبيديك المشوره، القرار الاخير بيرجع للحكم. فعشان ارد على سؤالك، هي بتبقى حته برضك بنقول عليها ثقافه، يعني هو الفار لما يجيبك ما هو الفار عاوز يحقق العداله التحكيميه. واحنا كتيم ورك كلنا سواء كان الحكم او المساعد او المساعد الثاني او الرابع او غرفه الفار كلنا مسؤولين عن العداله التحكيميه. فمفيش ما يمنع مثلا حضرتك ساره معايا احنا فريق واحد، لما تصحي لي حاجه واحنا في الاخر خالص الهدف بتاعنا يبقى احنا حققناه وحققنا العداله التحكيميه للفريقين،
هو دوت الاتحاد الدولي بيقول كده. طب هو عشان افهم من حضرتك اكتر برضو، الحكم ده بعد كده بيتحاسب، في حد بيحاسبه؟ يعني انا لما يبقى عندي ركله جزاء صحيحه وما اتحسبتش، ده بعد كده يعني الحكم ده في تقرير مثلا بيجي؟ تمام. اولا انت عارفه المباراه بتبقى في حاجه اسمها مقيم، في اسيسور بيقيم طاقم التحكيم. بيبقى موجود في ميدان اللعب في الملعب، بيقيم الحكم قراراته، بيقيم الحكم من ناحيه اللياقه البدنيه، بيقيم كمان طاقم التحكيم بالكامل. يعني النهارده احنا سبيل المثال عندنا في الدوري الممتاز في مباراه بتلعب النهارده، هتلاقي في كل ملعب هتلاقي في مقيم بيقيم اداء الحكام. طبعا بعد المباراه هو بياخد ملاحظاته على بعض الاخطاء التحكيميه، زي ما حضرتك قلت كده وتفضلتي ان ممكن انا كمقيم او سارة كمقيم انت شايف مثلا ان انا ما كنتش كويس في حاجه، بتكتبيها لي في الملاحظات وبتبعتي التقرير للجنة الحكام. هنا لجنة الحكام تقريبا كل اسبوع او اسبوعين بتعمل كورس الحكام كلها عن المباريات اللي هي اللي اتلعبت خلال الاسبوعين او الاسبوع، وبتطلع الاخطاء التحكيميه عشان خاطر الكل يستفيد منها. يعني ساره النهارده كان عندها مثلا حكم في ماتش كان مثلا عندها خطا في ركله جزاء، فبتتشرح اللعبه للكل علشان كل الحكام تستفيد، ما تكررش الخطا اللي حصل مثلا مع ناصر او مع ساره. بيتعمل الكلام ده كل اسبوع تقريبا او كل اسبوعين، شرح الحالات التحكيميه اللي حصلت فيها مشاكل. وبالتالي طبعا هو الهدف ان احنا بنوصل ان الحكام تقلل من اخطائها في الملعب. طب انا متفهمه ان انه في نسبه من الخطا ممكن تحصل، لكن في حاجات برضو يا كابتن ما بقاش فاهمها قوي. يعني مثلا لو ركله جزاء وليد سليمان اللي هي المفروض صحيحه 100%، صح كده يا كابتن؟ تمام تمام. صحيحه 100%. او الطرد اللي كان المفروض يكون لاسامه فيصل، يعني دي حاجات كده واضحه متهيألي مش المفروض ان يكون في اختلاف عليها، ليه برضو بنقع في غلط؟ ليه ركله الجزاء دي برضو ما اتحسبتش؟ ليه اللاعب ده ما اتطردش بالرغم التدخل العنيف؟ ده بالنسبه لي مش مفهوم. بالظبط زي ما حضرتك قلت كده، اولا يعني الحكم احيانا بيكابر ساره، بيكابر يعني ايه؟ هو الفار لما بيجي بيقول له مثلا يعني السؤال يتقال ازاي؟ انا بسال الحكم ذات نفسه، هو الحكم الفار لما بيجيبك هو بيجيبك ليه؟ اسال نفسك السؤال ده انت كحكم. لما الفار بيقول لك تعالى عشان تشوف حاله، هو بيجيبك ليه؟ لابد ان هو يكون عنده حاجه انت ما شفتهاش في الملعب. برافو عليك، انت ما شفتهاش في الملعب. يعني مثلا على سبيل المثال انت اغفلت احتساب ركله جزاء، او نتيجه مثلا ما عندكش زاويه رؤيه واضحه، نتيجه كنت بعيد عن الحدث فما قدرتش تقيم الحدث بشكل جيد فما شفتش. طالما ما شفتش مش هتحسب. هو هنا الفار بيجيبك ليه؟ عشان يقول لك هو الفار عنده حاجه انت مش عندك انت. تمام. لما نروح لعبه النادي الاهلي وليد سليمان، خلي بالك من الحالات ركلات الجزاء يا ساره، اسهل ركله جزاء تيجي الحكم في ماتش ولا محتاجه فار ولا محتاجه حد يساعدك فيها ولا حاجه خالص. بنقول ان احيانا بيبقى القرار صعب في حاله صعبه، انما تبقى الحاله واضحه. واضحه يعني ايه؟ اولا المنافس واللاعب الاخر الاثنين موجودين في مكان، ما حدش خالص يعني منع الرؤيه للحكم، فالاثنين واضحين جدا جدا. المخالفه تمت نتيجه القفز طبقا للقانون، اللاعب قفز ودفع واضح جدا، بقول لك الحاله سهله جدا جدا. ودي اي حكم بنقول عليه مبتدئ هيصفر ركله جزاء. ليه بقى ده ما حصلش؟ يعني انا عارف حضرتك ما كنتش في الملعب، بس دي بصي يعني نقول حاجات كتير. يعني ممكن حكم عنده زاويه رؤيه خاطئه، ما شافش بشكل كويس، حكم كان بعيد شويه، حكم قدرها ان ده تنافس عادي، يعني قال ان مفيش مخالفه. يعني هو بصي صراحه احنا بنختلف كلنا عن بعض في عندنا فروق فرديه. يعني انت قد تمتازي مثلا وانت حضرتك بتقدمي دلوقتي برنامج جميل، عندك المهارات الكبيره مش موجوده عند حد. فروق فرديه، في حكم عنده مهاره فنيه وموهبه، وفي حكم يعني بيشتغل بقانون بس. يعني في حكم يقدر يدير المباراه. بس حضرتك قلت برضو يا كابتن ان دي اي حكم مبتدئ يعرفها. بالظبط. هقول لك على حاجه كمان المفاجاه. طب انت ما شفتش وما قدرتش ورجعت للبار، الفار بقى هو اللي جايبك وقال لك وشفتها بقى من كذا زاويه، وجاب له يعني الماتش طبعا كان فيه كاميرات كويسه، جاب له افضل زاويه، وطبعا هي لازم يعني بتطلع احنا بنشوفها في
في التلفزيون احنا الجمهور بيشوف الزاويه اللي جت للحكم بالظبط، جاب له افضل زاويه وافضل رؤيه ليه. وانا عن نفسي انا كنت قاعد قلت خلاص يعني هو هيرجع هيحسب رجل جزاء، مفيش مقابره ما تكابرش يعني انت ما تحاولش تجبر. انا هحكي لك موقف في كاس عالم 2018 في روسيا نفس الشيء، بس الحكم روحوه قال لهم على السلامه. وكان حكم مين؟ مصنف في المانيا فليكس بريتش، الحكم الالماني اللي هو فليكس بريتش، الحكم الالماني ده رقم واحد وكان مصنف في النخبه ايه. واللي هناك في كاس عالم 2018 نتيجه ان هو ما نفذش البروتوكول بشكل صح، يا دوبك الدور الاولاني خلص بقول لهم متشكرين متشكرين اتفضل. فاللي انا برجع له ايه، بقول لك هم جابوك في حاله هي سهله ولكن جابوا لك، قالوا تعالى شوف، جابوا لك افضل زاويه ومع ذلك انت رحت شفت. يعني انا كل الناس اللي شافت المباراه الحكم يرجع يحسب ركله جزاء مفيش فيها هزار، اتفاجئنا كلنا ان هو رجع شاور ان مفيش ركله جزاء وعدت اللعبه. وطبعا مفاجاه يعني انا مش شايف في سبب ابدا ابدا. طيب للحكم. احنا هنشرك معانا كمان يا كابتن ناصر في الحديث كابتن ايمن دجيش الحكم المساعد الدولي السابق، منورنا يا كابتن في برنامج السادسه. تحياتي ليك يا استاذ ساره وتحياتي لكل المشاهدين وتحياتي للكابتن ناصر عباس الاخ العزيز اللي دايما بنستفيد منه. يعني كنا بنتكلم يا كابتن عن ان بيبقى في حالات واضحه جدا في التحكيم وممكن الحكم يرجع للفار ومع ذلك ما يحسبش القرار او ما ياخدش القرار الصحيح، زي مثلا ركله جزاء اللي كانت المفروض تتحسب لوليد سليمان. كنا بنقول انه ليه ممكن يبقى الحكم متوفر له كل ده وان هو يرجع للفار ويشوف ويشوف اللقطه من كذا زاويه ومع ذلك ما تتحسبش او الحكم ياخد القرار الصحيح؟ بص يا استاذه، يعني عايزين مبدئيا كده عايزين نقول ان تقنيه الفار هي طبعا بتوصلنا نسبه كبيره من العداله، يمكن الكابتن ناصر كنت سامعه بيقول، ولكن هي برده ما بتوصلناش، يعني الناس برده لازم تبقى عارفه وتبقى عندها علم ان هي ما بتوصلناش لدرجه ال 100% من العداله. يعني احنا علينا بالعداله شويه، وصلنا ل 80% 85%، في حالات كتير في الدوري المصري الفار تدخل فيها وحل فيها، لكن بتقابلك حالات زي اللي حضرتك الحاله اللي هي حاله وليد سليمان. طبعا دي كانت حاله غريبه، يعني اعتبر ما بالظبط احنا متفاهمين جدا يا كابتن، بعتبرها الحاله الاغرب، يعني الاغرب في الدوري بعد ما ابتدى، يعني بعد الايقاف اللي احنا وقفناه كانت من حكم اجنبي كمان. فالحقيقه كانت غريبه جدا ان انت هل الحكم، هل انت مثلا في حكم يعني ممكن ما اعرفش بيروح يبقى هو عنده كبر شويه او هو مثلا لما بيتدعيه او بيفكر ان هو لما ياخد قرار حد يتدعيه في لعبه ويروح ياخد قرار ثاني، دي بتبقى في حاجه في تعامل نفسي مع الحكم. يعني انا لاحظت الحكم ده بالذات يعني انا حسيت ان هو خدها كده لما استدعوه، ولكن هي طبعا كانت لعبه صريحه جدا، يعني سهله، يعني سهله تحكيميا، كانت لعبه سهله تحكيميا. طيب. احيانا بيحصل، يعني عايزين نتكلم على تقنيه في العموم في الفتره اللي فاتت. بالظبط كنت عايز اسال حضرتك فعلا عن تقييمك لتطبيق الفار لحد دلوقتي في الدوري المصري. الدوري المصري التقييم الحمد لله احنا وصلنا لمرحله الى حد ما كويس، لسه قدامنا كتير لان احنا الايقاف اللي وقفناه بسبب الوباء اللي ربنا يرفعه عننا وعن العالم كله اثر جامد في موضوع التدريب بتاع الحكام. عشان نتكلم بصراحه ونبقى وضوح مع الجماهير ومع الناس لما نيجي نتكلم طبعا. اتفضل يا كابتن. لازم نتكلم بصراحه ان احنا ما خدناش التدريب الكافي، يعني احنا خدنا الموضوع جه بسرعه، كان مفترض ان احنا في الخمس شهور اللي وقف فيهم النشاط دي ان التدريب يستمر والحصول على الرخص والتدريب للحكام يستمر. عشان كده احنا بنلاقي عندنا بعض الحالات اللي احنا بيحصل فيها من قله التدريب بيحصل التعامل مع الحكام، اذا كان من الحكم اللي في الملعب او من الحكم اللي في غرفه الفار بيحصل بعض الاخطاء، لان هو برده معذور لان هو ما مرش بمرحله اللي هي المطلوبه عدد ساعات للتدريب. يعني الموضوع يحتاج تدريب، لكن احنا التجربه نجحت، لجنه كوميتيه افادت الدوري المصري كتير جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن في حاجات كتير الفار وصلنا لنسبه كبيره من العداله، لكن في نفس الوقت في بعض حالات يمكن اخرها مثلا حاله امبارح، يعني كان في حاله امبارح مثلا اللي هي كانت الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي، الهدف اللي اتلغى للنادي الاهلي يمكن هي قصه طبعا عشان يبقى وضوح، يمكن كان في صفاره مستعجله الحكم النهارده، الحكم المفروض ان هو يعمل ديلي يتاخر ويكمل اللعبه وبعد كده الفار
يبقى في مراجعه. يمكن الكابتن ناصر قال يعني هو طبعا قال واتكلم في الموضوع دون فعلا. فطبعا السفاره الناس برضو عشان احنا بنقول للناس عشان الناس برضو لازم يبقى عندها ثقافه الفار المشاهدين يعني. طالما لو الحكم طلع السفاره خلاص الفار ما لهوش تدخل لان اللعب هنا حصل فيه ايه؟ اللعب توقف. طالما اللعب توقف خلاص مش هيبقى فيه مراجعه. فده اللي حصل في اللعبه بتاعت امبارح. طيب دلوقتي يا كابتن ايمن برضو كنا بنتكلم عن حته ان الحكام بيبقى عندها كبر شويه او بتتضايق شويه بعض الحكام من استدعائهم يعني للفار، بيحس ان هو الثقافه دي ممكن تكون مش موجوده عند بعض الحكام، بيحس ان هو ده معناه ان هو عنده مشاكل. هو انت دخلت حضرتك في حته ثانيه، احنا اتدربنا وعملنا كل حاجه، دخلت في حته برضه هتخش فيها حته الاعداد النفسي شويه. بالظبط. تجربه جديده والاعداد النفسي عموما مش موجود عندنا، موجود عندنا في التحكيم، وانا قلت كتير وقلت في حته كتير لازم يبقى موجود. الحته دي لازم تبقى موجوده عند الحكام، لازم نعرف ان احنا النهارده كنا بندير المباريات اثنين مساعدين وحكم رابع وحكم في الملعب، اربع حكام مثلا، وكان في حكم اضافي ويتشال. النهارده اللي موجودين في الفار، في غرفه الفار، دول حكام. النهارده احنا بننزل نحكم، المفروض ان احنا موجودين ست حكام، ثلاثه في الملعب وفي حكم رابع وفي اثنين في غرفه الفار. السته دول زي مع بعض تعاون بينهم للوصول للعدل والوصول للحقيقه والوصول. النجاح نجاح للسته مش نجاح لواحد بس على فكره. يعني التعاون بينهم هو اللي بينجح. لازم الحكام كلها يوصل لها الكلام ده. لازم يبقى الحكم اللي نازل يحكم هو الحكم اللي في الفار، او لازم الروح تبقى كده. ده اللي احنا اتعودنا عليه في التحكيم. طيب خليك معايا كابتن ايمن. كابتن ناصر برضه احب اشارك حضرتك في الحوار معانا وتتكلم مع كابتن ايمن، انه شايف برضه متفق معايا انه لحد دلوقتي تقنيه الفار اثبتت وجودها في الدوري المصري في ظل الاخطاء التحكيميه الكتير اللي موجوده. ووجه بقى الكلام لكابتن ايمن. حضرتك كابتن ايمن يمكن بنتكلم في جزء مهم جدا. احنا جينا في فتره من الفترات قبل تطبيق تقنيه الفار كان هناك اخطاء تحكيميه موجوده، واعتقد اثرت في نتائج المباراه يا كابتن ايمن. هل الفتره ديت الاخطاء التحكيميه والعداله التحكيميه اتحققت، ولا الفتره اللي هي في تطبيق تقنيه الفار؟ يعني لو رجعنا حضرتك المباريات كلها واحنا متابعين، حضرتك متابع وانا متابع المباريات، مباريات كتير كان في الفار فرق فيها كتير جدا جدا جدا، وحاجه كويسه جدا، ووصلنا العداله في ماتشات كتير جدا، وصلنا العداله كتير جدا في بعض في المباريات. لا يعني في نسبه نجاح كويسه ان احنا وصلنا لدرجه الى حد ما كويسه، ما وصلناش على المطلوب، لكن هو كان في مباريات كتيره كان ممكن يبقى فيها. لو يعني احنا ممكن نقول يا كابتن ناصر لو التجربه لعد انت المباريات، لو التجربه دي ما كانتش موجوده في الدور الثاني كانت هتبقى المشاكل اكتر بكتير ولا لا؟ هو ايمن يقصد ايه ساره؟ يعني هو يقصد حاجه مهمه جدا على فكره. لو احنا عملنا احصائيه لكميه التدخل من الفار في الاسابيع اللي فاتت، على فكره هقول لك على مفاجاه، ان هناك قرارات كتيره اتدخل فيها الفار، وزي ما بنقول كان الفار هو قراره الصحيح نتيجه ان الاخطاء التحكيميه كانت كتيره، والحكام هنا يعني نتيجه التعويل على الفار وهو ده عارف المطلوب. ان في فار، هو ده المطلوب من تطبيق التقنيه. اللي انا عايز اقوله بقى يا ساره، عارفه ايه هي؟ هو ان انا بقول للحكم وانت جاي تحكم من فضلك انسى ان في فار، وده على فكره موجود في البروتوكول. يعني ايه؟ انت اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك انك انت ما تحطش في دماغك ان الفار طالما موجود انت تكسل وما تجريش وما تروحش في الزاويه المناسبه. حاول تجتهد وتحدي نفسك انك انت ممكن تقول انا مش رايح للفار خالص، بس ده على شرط انك انت تبقى مجتهد وتجتهد. تمام كابتن ناصر، خليني اشكر كابتن ايمن دجيش، كنت منورنا في برنامج السادسه، ولسه كلامنا مستمر عن الفار والحالات الجدليه اللي بتحصل خصوصا في الدوري المصري، بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه كابتن منورنا وبنتكلم عن الفار والاخطاء التحكيميه. وكنت بسال حضرتك قبل الفاصل، هل كثره الاخطاء التحكيميه اللي بيرجع لها او الفار بيصلحها بتقلل من تقييم الحكم؟ اكيد اكيد، كلامك وسؤالك محترم جدا جدا. ما انا النهارده يعني لو انا شلت الفار وقيمت الحكم، ما ينفعش النهارده يبقى عندك مثلا 3 4 5 اخطاء مؤثرين في المباراه. انت جاي ليه تحكم ليه؟
يعني حضرتك انت جاي من بيتك ليه كحكم، او انت جاي من بيتك ليه كمساعد عشان تشتغل. واحنا قلنا الحكم الافضل هو الحكم الاقل اخطاء. يعني الحكم الافضل عندنا اقل اخطاء. يعني مثلا حكم عنده خطأين غير لما يكون عنده ثلاثه، غير لما يكون عنده اربعه، غير ما يكون عنده مثلا ولا خطا. يبقى عندنا هو الحكم الافضل انا بالنسبه لي. الفار صحح لك اخطائك، ولكن انت عندك مشكله في تقييم الاخطاء، عندك مشكله في الناحيه الفنيه، عندك مشكله في الناحيه البدنيه، ما بتجريش كويس، مش مهتم، مش مهتم بنفسك. بص يا سارة، الحكم اللي مش مهتم، انا بقول اهوت، وانا الكلام ده انا قلته كمسؤول، لا الحكم اللي مش مهتم مش معانا. يعني قلت ان الحكم اللي مش مهتم مش حابب ينجح، خلاص يقعد. يقعد ويتحاسب. ويتحاسب. في حكام بتبقى تقيله في الملعب يا كابتن، مش واقفه في مكانها الصح، الكره بتخبط فيها، الكلام ده صح؟ كابتن جميل جدا، انت بتتكلمي في ايه بقى؟ في حكم وزنه زايد. تمام؟ يعني انا عاوز مره، يعني انا مره بحكم ماتش وكنت انا الحكم، وكان عبد الحميد بسوني كان كابتن فريق حرس الحدود، وبعدين حتى يعني كنا يعني علاقه جميله جدا بين الحكام وبين اللعيبه، فكان بيشتكي من ان كان كابتن حلمي طولان بيوزنهم بالجرام. بالجرام يا ساره، يعني مثلا لما تخش المطعم في الفندق تطلع تتوزن، لان احيانا انت ما بتقدرش تعمل كنترول على نفسك في الاوبن، وبتاكل وبتاكل وبتاكل. اللعيب لابد ان يكون عنده وزن ملتزم بالوزن اللي عنده، لان الكيلو في الوزن للاعب او للحكم بيعملوا مشكله. زي ما انت حضرتك قلت كده، في التحرك ببقى تقيل، في الرشاقه والمرونه ما عنديش. اذا المفروض الحكم ان يكون عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، عنده تمركز كويس قوي، وعنده رشاقه ومرونه تبقى موجوده. طب في حاجه كمان مهمه يا كابتن، هو ممكن كثره الاخطاء التحكيميه مع وجود الفار في مصر يخلي الاتحاد الدولي مثلا يسحب رخصة الفار من مصر؟ شوفي هقول لك على حاجه، هو الاتحاد الدولي زي ما انت قلتي، ما اعرفش انت السؤال ده جميل جدا انت جبتيه ازاي، ولكن في حاجه مهمه جدا. ما هو الاتحاد الدولي اللي جه اداك الرخصه، هو اداها لك ليه؟ علشان في بروتوكول تبتدي حضرتك تمشي عليه. لما يلاقي ان البروتوكول مش بيتنفذ ومش بيتطبق، لا ده خلي بالك الاتحاد الدولي دوت، يعني انا النهارده انا هو عاوز ينشر الفار على مستوى العالم. يعني هو عاوز يعمم الموضوع دوت في جميع الاتحادات الاهليه، يعني يبقى في مصر وتونس والجزائر، او ان الفرق دي الانديه ما عندهاش او الدول اللي ما عندهاش امكانيات. ولكن انت ما تجيش انا بعد ما اتعب معاك واجي اديك الدرس واديك الكورس حضرتك تطبق غلط. وبالتالي زي ما انت قلت كده، ممكن اوقف رخصه الفار، اوقف لحين التصحيح المفهوم ولحين التدريب مره ثانيه. انت حضرتك قلت سؤال مهم جدا جدا، ومن سؤالك دوت بقول لحكامنا في مصر، وبقول للمسؤولين عن لجنه الحكام، يا جماعه خلي بالكم ان البروتوكول يتطبق بشكل صحيح، وان احنا نعمل كمان قعدات مع حكامنا، نعمل حاجه اسمها الكورسات اللي بتتعمل، نفهمهم ان التطبيق لابد ان يكون صحيح، عشان خاطر ما يبقاش يحصل زي ما حضرتك بتتكلمي كده، ان ممكن يوقف التقنيه وبعد كده نشوف هنتدرب تاني ونشوف هنعمل ايه. ولكن احنا خدنا ميزه لابد ان احنا نحافظ عليها. اكيد طبعا. طب كابتن ناصر، ايه الرخص اللي المفروض الحكم تبقى معاه علشان يقدر يستخدم التقنيه دي او يقدر يمارس العمل بالشكل الصحيح؟ وهل كل الحكام في مصر معاهم الرخص دول، رخص الثلاثه دي؟ تمام بالظبط، عشان الناس فاهمه الموضوع غلط. يعني بتقول ايه، طب لو الحكم بيحكم المباراه وحصلت له اصابه يا ساره، حصلت اصابه للحكم، طبقا اللائحه مين اللي يحل مكانه؟ الحكم الرابع. طيب احنا عندنا في مصر الحكم الرابع مش معاه رخصه الاونفيلد، مش معاه رخصه الاونفيلد، هي رخصه الملعب. ما ينفعش ان الحكم الرابع ينزل يحكم هو اصلا مش معاه رخصه، اذا ساعتها التقنيه تتلغي، حكم الفار يتلغي، التقنيه تتلغي. فعشان كده احنا بنقول ايه، في حكام معاها رخصه الفار اللي هي خاصه بالملعب بميدان اللعب، في حكام خاصه بالفي اي ار او الفيديو اسيستنت ريفري، وفي حكام خاصه بالايه فار. قليل قوي اللي في مصر اللي واخد الثلاث رخص تقريبا، من الحكام الدوليين اللي هم راحوا البطولات الخارجيه، زي جهاد جريشه، زي امين عمر، زي محمود ابو الرجال، ابراهيم نور الدين تقريبا، بنا، مش عاوز انسى حد. ده ممكن يلعب حكم فار وحكم ملعب يا ساره. يعني جهاد النهارده لو طلب في ماتش، جهاد جريشه مع ابو الرجال، مع احمد حسام، مع اي حد، لو طلب في مباراه مثلا في اي دوري،
ممكن يجيبوهم فار يشتغلوا فار، ممكن يجيبوهم ملعب يشتغلوا ملعب، ولكن مش كل الحكام عندنا عندهم رخصه الملعب والفار. احنا بنقول بقى الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه اللي خد رخصه الاونفيلد تمام في الكورس اللي جاي ياخد رخصه الفار والعكس، بحيث ان الكل يبقى عنده الرخصه اللي بنقدر من خلالها حتى لو حصلت اصابه للحكم في الملعب ممكن الحكم الرابع يحل المشكله وما نلغيش تقنيه الفار، ينزل يكمل مكانه مفيش مشكله خالص. انما الفتره اللي جايه محتاجين شغل كتير جدا يا ساره بجد، شغل اللي مطلوب من لجنه الحكام في الفتره اللي جايه، زي ما قلت الموضوع محتاج جهد وتعب من الكل، من الكل. احنا عندنا تجربه جديده والمفهوم لسه ما وصلش للمرحله اللي احنا نقدر نطبق فيها بشكل جيد، فمحتاجين دايما مع حكامنا دايما في المحاضرات دايما نكلم الناس بحيث ان احنا التجربه تمشي بشكل كويس. طبعا يا كابتن ناصر يعني دايما بنستمتع بتحليل حضرتك في الاستوديو التحليلي او لو معانا هنا، واكيد حضرتك تبقى معانا كتير الفتره اللي جايه لان من الواضح ان الاخطاء بتزيد يا كابتن مش بتقل. يعني هي بص انا يمكن قلت الكلام ده امبارح، قلت احنا نتمنى طبعا احنا نستفيد من اخطائنا اكيد. يعني بص أكيد. بص بص يا ساره هقول لك على حاجه جميله جدا. هو انا مثلا في حاله امبارح في حاله ماتش النادي الاهلي احنا بنتكلم فيها، امين عمر حكم كبير جدا جدا، وعلى فكره هو مرشح لكاس عالم 2022 وتم اختياره في القائمه الاولى المصري ونامل بس هم لسه ما خدوش المساعدين لسه وهو حكم ستايل. يعني امبارح هقول لك على حاجه جميله، امين عمر امبارح جري تقريبا زي ما اللاعبين في الملعب هم جري، تحرك تمركز سرعه عمل كل حاجه جميله جدا جدا، ولكن حته اللي هي شويه تركيز في بعض الحالات الحاله اللي فاتت منه، لا ان شاء الله باذن الله نتمنى لي في كاس العالم اللي جاي يكون موجود فيه مع اكيد حاجه تشرفنا جدا ومع حاجه تشرفنا جدا. كان جهاد جريشه تقريبا الحكم الوحيد في كاس العالم في روسيا 2018 تمام. حاجه مشرفه دايما يكون في حكام من عندنا في بيشرفونا في البطولات الكبيره طبعا وفي كاس العالم. ونورتنا جدا يا كابتن ناصر وهتنورنا اكتر الفتره اللي جايه باذن الله. وعايزه بس اكد احنا مش ناسيين ابدا كابتن محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، وفي كل يوم مش بس لما تيجي ذكرى رحيله قد ايه كان لاعب خلوق، 7 بطولات تقريبا مع النادي الاهلي، لاعب كبير على مستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي زي ما قلنا وزي ما بناكد. ربنا يرحمه يا رب، ويا رب في الجنه ان شاء الله، وربنا يصبر اهله يا رب دايما. ويعني ما فيش كلام احسن من ده انهي بيه حلقه السادسه النهارده. افتكروا في دعواتكم دايما يا احلى جمهور في الدنيا جمهور الاهلي، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره من برنامج السادسه.